شخصية مجنونة مرحة وجدية وحنونة كل شي على كيفة رح يمشي وقت تفكر بدها أي شي البنت الأخلاق وردية بدك تعرف مين هي هي جودار وإنما بتمشي بتعمل مشكل والناس فيها بتتفشكل ولما بحنية تحاكيها مثل الوردي بتلاقيها هالبنت الحلوة من الروح عطر الزهرة من هيفوح بدك تعرفها من هي هي جودار هي جودار اسمعني أربع سنين مرقت ولساتني عم حس بوجودك قريب مني معقول لسه عم فكر فيك بعد هالوقت؟ يلا تعالي قدام يلا اختي تعالي لهون يلا بنتي صارت نجمة بيوم وليلة صارت فخر لكل اندور جودان حبيبتي الصغيرة استاذ خبرنا عن شعورك انه بنتك صارت نجمة كبيرة بهي السرعة
فيلم الأول حقق نجاح كتير كبير وأرباح كتير كبيرة كمان، وصار في عنده معجبين كتار. شو رأيك بهذا الكلام؟ في إشاعة أنه جدان بدها تجي على إندور لحتى تروج لفيلمة، مزبوط هالحكي؟ مزبوط هالحكي، متوقعين أنه توصل جدان لهون بأي دقيقة. جدان بدها تجي لهون هلأ على هذا البيت؟ طبعاً لهون، وين بدها تقعد لكان وقت تزور أهلها؟ وأنا أمها، أكيد بدها تجي تشوفني. على فكرة كتير حنونة جدان، فيكن تاخدوا لي صورة إذا بتحبوا، أنا جاهزة. عن إذنكن، شو عم تعملي كوشالي هلأ؟ خلص اسكتي لو سمحتي. خلص اتركني. لا تخلينا ندور. يلا سؤالي لو سمحتوا لا تدخلوا على البيت. لو سمحت رجع شوي لورا يا سيد. طيب لو سمحت جاوبنا على أسئلتنا. هيك ريفتي ماني مصدقة امتى اشوف بابا وماما، بس الإعلام واقف على الباب، ما بدي قابلهم قدام الإعلام، رح بينوا كأني عم بستعرض. شو بدك تعملي لك؟ أنا عندي فكرة حلوة. لو سمحت ما رح ناخد من وقتك كتير. إيه ما في مشكلة، خدولنا صورة سوا أنا وياك. بدنا نعرف إنه جودان جاي على هذا البيت أو لا لحتى ناخد منها تصريح. طيب وين هي؟ أنا ما عندي علم. ألو مرحبا، يا ريت ما تضيعوا وقتكم هون على الفاضي، قدام نجمة كبيرة ما رح تنزل بالبيت. أول ما توصل إندور بدها تروح على فندق 5 نجوم بأول المدينة، سمعت؟ هي ما رح تبقى هونيك غير يومين. شو عم تحكي جد؟ شو متصلة فيك لحتى أمزح معك بهيك موضوع؟ أكيد لا، أنا واحدة من فريق الشغل تبع النجمة وأنا متأكدة 100%. اسمعوني يا جماعة، جدان ما لا جاي لهون. شو؟ وصلتني معلومة شو؟ وبعرف وينها هلأ، تعالوا معي لإلكن. يلا بسرعة، هنا لازم نعرف وينها. لا يلا بسرعة لازم نعرف الأخبار. ظاهر أنه جدان ما رح تجي لهون. بس أنا أصلاً هون بابا. جدان جدان كيفك حبيبتي؟ طمنيني عني بابا. عن جد فكرتوا اني ممكن اجي على إندور وما اجي شوفكن اول ما اوصل؟ انا قلت انه انت ما رح تقدري تعمليها، خلونا نفوت لجوا. تعي حبيبتي يلا استني شوي. شو؟ بدي اجيب صينية مراسم الاستقبال، استني عندك بس شوي. ما بتتغير. انت كيفك يا بنتي؟ انا منيحة بابا، انت كيفك؟ انا منيح. بتمنى انه تضلي بخير وانك تضلي ناجحه وتصيري نجمه كبيره وتمثلي افلام كثيره وكلياتها ناجحه. ايه وبتخليني شوف الممثل المشهور هريثيك روشان. حبيبتي انت معقول هلا لساتك متمنيه تشوفي هريثيك روشان؟ من 10 سنين عم تتمني هالشيء. لا تبلش نقو غيري من هلا، انا عم بحكي عن هريثيك روشان، بتمنى اشوفه لو بس دقيقه واحده وبعدين بغير امنيتي. قدان بترجاكي خليني اقابل هريثيك بس مره. يا حبيبه قلبي يا امي الحلوه، ايه انا متمنيه اقابله. خليني اشوفه بالاول وبعدين بخليك تشوفي. يلا خلينا نفوت. شو الشغل ما بلش لسه؟ انا كتير عم بدفع لك، شو وين عم تروح بكل المصاري هاي؟ استنى شوي، اسمعني كتير منيح. أنا يلي بعطي أوامر بهالبيت بغياب أنترا، فهمان؟ هذا البيت المفروض كان يتجدد من 4 سنين، هي بعتبرها هدية وبدي أهديها لحالي، لازم يكون كل شي فخم، بدي ديكور يكون غالي، دهان ولوحات وتصاميم وديكورات وكل شي، وفي شغلة، ما لازم يكون مجرد بيت بعد هلأ، بدي يصير قصر جندال ورح يليق بملكة مثلي. يلا حاج حكي وروح اشتغل. تعالي ستي عادي هون، لا تشغلي بالك، هذا وقت اجي عادي. درجة انا قلبي قلقان عليه كتير. ستي اجي ما عاد صغير، بيعرف منيح كيف يدير باله على حاله، بترجاكي لا تخافي هيك بتأذي صحتك. هو لهلا لساته صغير بالنسبة إلي، من يومين ابني قال لي انه رح يرجع بسرعة، شو عم يعمل أنا ما بعرف شي عنه وداير بالشوارع. فكرت إني رح بطل أقلق عليه بس يصير كبير، بس لحد اليوم بخليني أقلق وبينشغل بالي عليه. ستي أنا بعرف وين بيكون إيجي هلأ،
خدي اقري بهاي الجريدة خبر جديد. ولا قلك أنا بقرا عليك يا لا تعذبي حالك. بالنظر إلى هذا الشيف يمكن للمرء معرفة أنه لا يمر بأوقات صعبة فحسب، بل إنه على وشك الانهيار الكامل. تم اختبار المطعم من قبل مفتش الأغذية وقام بإعطائه تقييماً سيئاً من حيث الطاقم والخدمة والطعام، ولقد أثر هذا التقييم على المطعم بشكل سيء حيث توقف الناس عن ارتياده. كيف؟ تصرفات صاحب المطعم. وبشركن إذا ضل عم يتصرف هيك رح يتسكر المطعم. أنا آسفة إنه الإعلام زعجوكم بسبب أكيد هلقوكم أسئلة. لا لا بنتي لا تاكلي هم، بالعكس نحن كنا شايفين حالنا فيكي. أنت تعبتي على حالك وصار اسمك مشهور، وهي هي ثمرة تعبك. برأيي لازم نستمتع بهي اللحظة مثل ما عم نعمل هلأ بالضبط، مو هيك كوشاليا؟ إيه طبعاً أنا كتير مبسوطة. الناس كلن عم تحكي عن النجم الصاعد جودان، ولقلك الحقيقة صار طول الوقت تجيني تليفونات، كل الناس صار بدهم يعزموني لعندن، وهذا كله بفضلك أنتي. تمام بالضبط. تسلمي لي انتي. بس 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 لا تمدحوني كتير مشان ما صدق. كل النجاح يلي انا فيه هو بفضل الدعم والحب هاد كله يلي قدمتولي يا انتو اتنين. بنتي بدي اقول لك شغله، العيله لازم تدعم بعضها بكل الاوقات، ونحن هون عيله واحده. وكمان قدان بدي اقول لك شغله، بس لا تتضايق مني، تسمحي لي اقولها؟ عنجد؟ طبعا تفضل. انتي عندك عيله تانيه هون بالمدينه، ما لازم تروحي تزوريهم؟ شو؟ انت منيح؟ شو بده يصير لي ماما؟ انا ممتاز ومبسوط. اجي انت طول الوقت عم تضل شارد وصاير مهمل كتير، تعرف انه بسبب تصرفاتك هي بيتنا وعيلتنا وحتى المطعم تبعك ممكن يروحوا كلهم ونخسرهم بالكامل وكل شيء يتدمر. إيجي شوف شوف شو مكتوب، مفتش الأغذية قدم تقييم سيء لأكل مطعمك، شو عملت لحتى هيك ساوى معك؟ كيف زعجته هيك؟ إيجي إذا تسكر هذا المطعم شو رح يصير فينا؟ والناس رح تهيننا وكل شيء رح ينتهي. أنا ماني قدرانة استوعب إنه هيك يصير فينا. إيجي هذا الحكي مو من عندي، ليكو بالجريدة. أكشات إيجي شو عم تعمل؟ آه ممتاز، مو هيك أحلى؟ جودان كنت عم قول، بس بما أنك رجعتي وعامل زيارة لإندور كام يوم لازم تسلمي عليهم، بلكي بيكون. أنا ما عاد إلي أي ارتباط بيجمعني بهديك العيلة بابا. أكشات هاد. إذا التقييم سيء ببساطة حرقي الجريدة يلي ناشرته. بتمنى تكون انحلت مشكلتك إيه سارو؟ وعندي فكرة تانية لإلك، أنتي لازم تصيري تفتلي بالشوارع وتشردي مثلي، هيك بضمن لك ما تتأثري بهالحكي الفاضي من أصله وما عاد تهتمي. تمام؟ روحي نامي. أكشات أكشات. هاهاهاها
لو كانت أنترا موجودة هون اليوم كانت انبسطت كتير بهالشوفة، بس هذا اللي كان بدها اياه هي. بدنا ايجي يصير مانو مهتم لحتى نقدر نبيع كل شي ونجمع المصاري. ممتاز، الفضل بيرجع لقدام بالنهاية، كل يلي عم بيصير بفضلها هي. ايجي كان غرقان بالحب وهلأ صار ضايع وفاقد توازنه ومتدمر على الآخر كمان. كرهه لحبيبته جودان حوله لشخص محطم بالكامل، وهذا الشي سهل علينا كتير نوصل لأهدافنا. أنا جاية على إندول لأشتغل وبس، قلي لوريفتي وإجيت شوفكن كمان. بس يا جودان الأصول أصول شو بدك؟ الأصول ما لها دخل بهي الحالة، هي بنتنا صارت نجمة. إذا ما بدها تروح تقابلهم خلص، ليش لتضايقها وتصر عليها كل هالقد؟ تتركها على راحتها. بعدين هالعيلة ما بيستحقوا المحبة اللي بقلبها، هدول بيستحقوا الكره. هنن أخدوا قرارهم وكان قاسي. بنتي بكيت وترجتهم كتير وحاولت كل جهدها، بس شو صار؟ قلي آه؟ أنا بس اللي بعرف بنتي شو عانت خلال هالأربع سنين، وهلأ هي مبسوطة وناجحة ومشهورة، وبدك تبعتها لهنيك مرة تانية؟ بس يا كوشاليا أنا أنت الأحسن تضل على جنب وما تتدخل بهالقصص، ماشي؟ جودان رح تضل قاعدة عنا هون وبس. شو هذا يا أمي؟ شو هذا؟ بتشكرك على القليل، لساتك متذكرني، وإنه المفروض تخاطبني باحترام لإني أمك. ماما هاد هيك الواحد بيرش التاني بالمي، يعني ليش هيك عملتي؟ أنا عملت هيك لترجع لعقلك، أنت ضايع ومالك مركز، إلك أربع سنين. هالحكي مو مزبوط، حكي فاضي. هلأ أنت ليش هيك صاير؟ أه؟ كل ما نحكي معك بتقول حكي فاضي حكي فاضي، مثل ما حكيت برا. انت مالك مهتم شو بصير بالمطعم تبعك، وهذا كله حكي فاضي؟ ما بهمك شو يلي عم يصير بعيلتنا؟ انت خلال هاي الاربع سنين عم شوف كيف حالتك عم تسوء، واصعب شيء اني شوف ابني عم يدمر حياته قدامي. بس هلا ما رح اسكت، لانه اهمالك هاد وصل لمطعم العيله، المطعم يلي تعبت وشقيت فيه لحتى تخليه بأعلى المستويات وإلو مكانته، المكانة والسمعة يلي بتحمل اسم عائلتنا. بس أنا ما رح خليك تدمر كل شي بجنانك هاد، ورح وقف بوش عمايلك وإحمي المطعم. هاد مطعمك يا مجنون، هي مهنتك الوحيدة ومصدر رزقك، هذا الشغل يلي مخلي هالبيت واقف. ويكون بعلمك ما رح اسمح لك انه تدمر هالعيلة، وسمعت عيلة جندال رح تبقى فيق بقى ورجاع كبير العيلة. ليك أكشات، انا ربيتك احسن ترباية وربيتك منيح، وبنفس الطريقة انت اشتغلت كتير ومن قلبك بمطعمك هاد، فلا تخلي حياتك تنهار كلها لسبب سخيف، لانه السمعة يا ابني اذا راحت ما في اي شيء بالدنيا ممكن يرجعها. ولازم لازم نفكر كيف ننقذ المطعم، وما في غير طريقة واحدة فعالة لهالشي. استنى شوي، تفضل اقرأ اقرأها لهي. إعلان مسابقة أفضل شيف بالمنطقة، موعد المسابقة اليوم، الفائز بصير مشهور وكمان في جائزة 5 ملايين غير الشهرة. أكشات، الواحد لازم يلبي كل طلبات عيلته لحتى يضلوا مبسوطين منه. العيلة عندها طلبات والتزامات كتير، ومين هاد يلي بده يأمنها؟ انت يلي لازم تلبيها، ومسؤوليتك انت انه تثبت للعالم انك أهم شيف بإندور، وانك الطباخ الأفضل اسمه أكشات جندال لسه عنده الإبداع بين إيديه.
الإبداع اللي كان قبل ما تروح جدان. بكفي. الكل عم يحكي عن اللي صار من 4 سنين. صار مرق كتير وقت من وقت ما راحت. ليش لسه عم تذكري اسمها قدامي؟ ليش ما نسيتيها لهلأ؟ ليش انت نسيتها؟ اللي أكشات انت نسيتها؟ اسمعيني منيح، وقت تكرهي الإنسان اللي كنت تحبيه يا ماما مستحيل إنه ينمسح من ذاكرتك. اليوم لو كانت موجودة هي الإنسانة هون كانت انبسطت، لأن إنسانة أنانية ومو محترمة، وهي ما بيهمها غير حالها. رح تنبسط إذا صرت فاشل، ورح تتضايق من نجاحي كمان. وأنا هلأ قررت ضايقها. انتو كلكن يا أمي مفكرين والناس كلها مفكرة إنها عم تتحكم بحياتي، بس أنا رح أثبت للكل إنه ما لها أي تأثير بحياتي نهائياً. وهلأ إذا فهمتي وجهة نظري هون فيني روح؟ لازم أربح بالمسابقة، ما هيك؟ راجع. أنا رايحة أجهز الأكل. يا ريت. تليفون مين هاد؟ كأنه عم يرن تليفون مديرة الأعمال، ما هيك؟ إيه، شكراً. تكرمي. ألو؟ كل شي منيح بنتي؟ إيه بابا. أكيد؟ أكيد. إيه، استناني، أعطيني دقيقة واحدة وبرجع وبخبرك. باي. حبيبي يا بابا، اشتقت لك. أنا فخور فيك كثير. وأنا كمان. هذا المنتج بونتي على التليفون، قال اليوم رح يكون في مسابقة كبيرة ومهمة بالحديقة العامة. وكان بده اياك تحضري المسابقة مشان تروجي للفيلم هنيك. وخبرني تجهزي حالك لحتى تكوني حكم بالمسابقة، ورح يكون في جوائز وكمان قال شي تاني. ايه بعدين لازم تلقي كلمة، لهيك قل له انك موافقة. خلص روحي. لحظة بقرر لحالي، رح روح انا لانه هذا بيكون شغلي. موافقة قلي له ايه. يلا تفضلوا الاكل جاهز. يلا يلا يلا, يلا جايين. يلا قوم استعجلوا. ألو؟ أي بونتي؟ أي، حكيت مع جدان وسألتها الليلة رح تكون الحكم بمسابقة أفضل شيف بإندور. أهلا وسهلا فيكم. بعتقد إنه ما في داعي لأشرح عن عرض الليلة، اسم المسابقة بدل عليها. مين هو أفضل شيف بإندور؟ مين عنده الموهبة الأكبر بطبخ أطيب وأشهى أكل لحتى يعجب الحكم؟ طبخ بالنسبة للبعض فن وهواية لغيره، وللبعض حاجة ضرورية، وعند البعض هو حلم. الليلة كلها بتدور حوالين شي واحد وهو الأكل. كل الموجودين هون بدهم يعرفوا شي واحد، مين بيعمل أطيب أكل. هاد هو هدف المسابقة بالضبط. الشيف اللي رح يقدر يعمل أطيب أكلات اليوم رح ينال لقب أفضل شيف بإندور. بالإضافة لللقب الكبير والسمعة الطيبة، الفائز رح ياخد 5 ملايين روبية كجائزة. شوفي، بعرف إنه كلكن متحمسين لهالليلة وناطرين يبلشوا المتنافسين بالمسابقة. أكيد المتسابقين كلهم جاهزين والمطبخ على أتم استعداد، بس الخبر المهم إنه المسابقة ما بتكمل بلا حكم. حب أقدم لكم نجمة كسبت قلوبنا بوقت قصير، هي الفنانة بنت مدينتنا. هي صارت نجمة كبيرة بفترة قصيرة، لعبت بطولة الفيلم يلي نجاح كبير كتير، وهالشي بعد عرضه الأول وسطع نجمة. اليوم لأول مرة بنقدم لكم بنتكم وفخر المدينة، النجمة الرائعة والحلوة يلي راح تكون هي الحكم بمسابقة أفضل شيف بكل إندور. إيه أكلاته طيبة. لا 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 لا، ما رح أكشف اسمها بهالسهولة، لأنه فيلم الرومانسي الأول كان حديث الموسم، واليوم عرضه عنا. أنا بدي إياكم ترحبوا فيها معي وبتصفيق كبير. حلو هالحكي.
شو هالانتظار والحكي الفاضي؟ وين راح؟ عفوا استاذ. ظبط مكياجي. يلا تعالوا، وصلت النجمة. يلا منيح، رح بلش تصوير. يلا بسرعة. ليك وصلت. يلا بسرعة. بسرعة. يلا بسرعة. يلا بسرعة. يلا بسرعة. شو وين الشال تبعي؟ كنت حاطه بجيبتي، شو وين وقع؟ أكشات؟ شو عم تساوي هون؟ ولا شي ماما، بس ضيعت شي مهم وعم دور عليه. أكيد ضاع هون. شي مهم؟ عم تحكي عن هي الشي المهم؟ مو هيك؟ ماما أنا كنت. لا تكذب، بعرف شو طلعت تعمل. انت لازم تركز على المسابقه. انت بتعرف اهميه المسابقه وانك تاخد المركز الاول وتفوز فيها. ماما لسا مالك مركز حتى بهيك وقت؟ مو ليش هيك عم تاذيني وتوجع لي قلبي عليك؟ تنبسط يعني وقت تشوفني عم ابكي؟ ماما لا 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 لا، بترجاكي بترجاكي، لا 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 لا، لا ترميها لا ترميها، بترجاكي خلص، بوعدك ماما بوعدك، لا ترميها بوعدك خلص، رح ركز على المسابقة بترجاكي. لا رح أطبخ منيح، بس لا ترميها أمي بترجاكي، أنا بحاجتها، ما بقدر أشتغل بدونها بترجاكي أمي، بترجاكي تركيها، بترجاكي 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 أمي بترجاكي. ستي وينو ايجي؟ صاير له شي؟
في عندي أخبار حلوة. النجمة الكبيرة حكم مسابقتنا وصلت. مو كان زوجها؟ إيه كان، بس اتطلق من هي عم تحكي مع الصحافة هلأ، وبدهم شوية وقت ليأخذوا التصريحات والصور. لحظاته بتكون معنا، ولهيك بدي إياكم تستعدوا منيح وتجهزوا حالكم لاستقبالها. راح تشوفوها بشكل شخصي، يبدو أنه وصلت. أنا كتير متشوق أعرف. راح يكون حضورها كتير مميز وناطرينه على أحر من الجمر. بتمنى ترحبوا معنا بملكة الإحساس، أميرة الحب، نجمة المدينة، فخر البلد وإندور تحديداً. برافو برافو. بعتقد إنه لسه مو جاهزين للارتباط وتحمل مسؤولية الطفل. العملية كانت ناجحة، ونحن تخلصنا من الطفل مثل ما بدك وبناء على رغبتك. برافو برافو برافو، حلو كتير.
حكمي. كان هذا مشهد مميز وعلق بذاكرة الجمهور من فيلما وصار علامة مميزة. هذا المشهد صار من أشهر المشاهد اليوم بصناعة الأفلام، مشان هيك رجعت جودان كررت هالمشهد اليوم خصوصي لألكن وحصري. أكيد حضور جودان خلاكن تتحمسوا أكتر، وهلأ خلونا محافظين على حماسنا وخلونا نبلش معكن بأهم فقرة بعرض هذا اليوم. مسابقة أفضل شيف بإندور، بطلب من السيدة جودان تتفضل لهون على الكرسي. جودان وأكشات صار لهم بعاد عن بعض أكثر من 4 سنين. كنت عرفاني إنه جودان رح ترجع لهون وتعطي أكشات إحساس بالحياة، وما في غير جودان بتقدر تصلح وضع ابني وترجعه لعقله، هي يلي رح ترجع له البسمة. وأخيراً خلص انتظاركم ورح يبلش التحدي الكبير. المتسابقين والحكم صاروا جاهزين وانتوا استعدوا. جمهورنا انتوا جاهزين؟ جاهزين. لكن خلونا نصفق للمتسابقين لانه بحاجه تشجيعكم ودعمكم بكل كلمه وخصوصي بهالدقائق الجاي. أنا بحبك كتير.
وأنا بحبك كتير أكشات. كنتي نكرة، كنتي تتفتلي بإندور وما حدا يعرفك. أنا أعطيتك حياة كريمة بهذا البيت، أعطيتك كل الرفاهية وحولت ثروتي لإسمك. أنتي ما بتستاهلي تكوني جزء من هاي العيلة. هاي المنافسة صعبة، كل المتسابقين عم يحضروا أطباق شهية، وصاحب أفضل طبق اليوم رح يفوز باللقب والجائزة. الريحة طيبة وشكلهم كلهم طيبين، بس القرار للحكم اللي بيدوق بالنهاية. وهلأ بقيان 5 دقايق بس ليخلص الوقت، بلشوا بسرعة بتزيين صحونكن لتذوقوا قدام الأكل، وحنشوف سوا أي طبق رح يعجب النجمة أكتر شي، وأي طبق رح ينال رضاها ويفوز صاحبه بلقب أفضل شيف بكل إندور. قدان وساقي فيني بترجاكي صدقيني، أنا ما كان عندي خيار تاني لحتى خفف قلقك هاد. بعتقد إنه ما كنا جاهزين للارتباط أو تحمل مسؤولية طفل. العملية كانت ناجحة، ونحن تخلصنا من الطفل مثل ما بدك وبناءً على رغبتك. أنا ما كنت حامل نهائياً، وما كان في ولد ببطني. ما بدي أطبخ. شوفي ليش سوا هيك؟ صار له هذا الجن؟ ليش هيك عمل؟ شبه هذا الجن؟ كأنه صار له شيء عمل. ليش عمله مو طبيعي أبداً؟ مو طبيعي. فجأة هيك خطر على باله يساوي. شو صار له؟ شوي كان ما أحلى؟ ليش لا يشترك مع إنسان ضعيف؟ أكيد صاير لعقله شيء. شيء أكيد. ليكي كيف عم بيساوي؟ لازم يستبعدون من المسابقة. هذا معصب كتير. أكشات! شخصيتها غريبة كتير، مرحة وجدية بتصير.